السلام عليكم وأعظم الله أجوركم. كنا سامعين بقصة الفرزدق شاعر البلاط الأموي مع الإمام زين العابدين عليه السلام. القصة تقول أن هشام بن عبد الملك كان فد يوم بالحج. هشام رغم كونه ولي العهد بذاك اليوم وثاني أهم شخصية بالدولة الأموية، ما قدر يوصل للحجر الأسود بسبب ازدحام الناس وتدافعهم، فقرر أن ينصب له منبر يقعد عليه ويباوع للناس وهم يؤدون الطواف. بهالأثناء أجا الإمام زين العابدين وطاف حول الكعبة، ولما راد يقبل الحجر الأسود انفرج الناس عنه وخلوه يقترب من الحجر الأسود وحده مهابة وإجلالا. هالشي خلى هشام يتنرفز وعيونه جدحت نار. لما سألوه عن الرجل الذي تنحى الناس له احتراما وهو بلا حشم ولا خدم، أنكر هشام معرفته به حتى لا ينجذب إلى أهل الشام ويسمعون منه. لكن الفرزدق كان موجود وانزعج من موقف هشام فقال: يا سائلي أين حل الجود والكرم؟ عندي جواب إذا طلابه قدموا. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم. هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. إذا رأته قريش قال قائلها: إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. يكاد يمسكه عرفان راحته، ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم. وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا. من معشر حبهم دين وبغضهم كفر، وقربهم منجا ومعتصم. مقدم بعد ذكر الله ذكرهم، في كل فرض ومختوم به الكلم. إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم. حتى نستوعب المفارقة والتغيير الهائل اللي سواه الإمام، خلونا نرجع للوراء 30 سنة. فالإمام بعد رجوعه للمدينة كان يقول: ما بمكة والمدينة 20 رجلا يحبنا. لكن بعد 30 سنة ينفرج الناس سماطين والفرزدق يمد حب قصيدة عصماء. هذا الأمر ما كان سهل، ولا هالتحول صار بين يوم وليلة. جهاد الإمام السجاد كان يختلف عن المعتاد، في حين غيره من الزعماء توفرت لهم فرص ومغريات للحركة السياسية، لكن الإمام اختار طريقة التأثير بعيد المدى والنحت بالصخر. وإلا أنت شنو تفسر حركة تحرير العبيد اللي كان يسويها الإمام السجاد بشكل دوري؟ يشتري مجموعة من العبيد، يبقي كل واحد منهم لمدة سنة يتعلم من الإمام ويتربى في بيت النبوة، وبعد ما يشرب من هذا النبع الصافي يعتق الإمام لوجه الله، لكن مو قبل أن يحوله إلى إنسان مدرك الدورة بالحياة وقيمة وجوده، يعني أشبه بدورة إعادة تأهيل. وهواي من هؤلاء العبيد الأحرار لما رجعوا إلى بلدهم الأصلي صاروا نقطة إشعاع مضيئة لفكر أهل البيت عليهم السلام في مدنهم وقراهم. قطرة الماء اللي تحفر بالصخر بالتكرار وبتعاقب الليل والنهار هي مثال عن جهاد الإمام السجاد اللي كان يطبخ التغيير على نار هادية، التغيير اللي أثمر حتى بعد استشهاد الإمام السجاد، ويشهد بهذا الموقف اللي صار بعهد الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز. فديوم ذكروا الإمام زين العابدين في مجلس عمر بن عبد العزيز، فقال عمر: ذهب سراج الدنيا وجمال الإسلام زين العابدين. والمفارقة أن يزيد بن معاوية ذكر في مجلس عمر بن عبد العزيز أيضا، فقال رجل من الحضور: أمير المؤمنين يزيد. فقال عمر: تقول أمير المؤمنين؟ وأمر بالرجل فضرب 20 صوتا. سبحان الله، هذا المجلس نفسه في القصر الأموي سنة 61 للهجرة، كان يزيد هو الملك والإمام السجاد أسير، لكن بعد 40 سنة يصبح يزيد هو الأسير والإمام هو الأمير على قلوب الناس. وهذا معنى قوله جل وعلا: ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. الشخص المنهزم نفسيا دائما تشوفه مستعجل ويريد نتائج سريعة، وعدم قدرته على التعامل مع الخسارات تخليه دائما منهزم ومحبط، عكس الإنسان المتزن اللي يوقف على البير ويشوف أثر الحبل بالصخرة ويفهم الحكمة. نلقاكم على خير.